السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم، معكم محمد أنديل وحلقة جديدة من تحليل أنديل. تخيل إن بيتك اتعرض للسرقة من قبل مجموعة من اللصوص، وأهل البيت اتعرضوا للاعتداء، وفضل اللصوص مستعبدين أهل البيت لمدة سنين، وبعدين اتحرر البيت من اللصوص ورجع لأصحابه، وتم طرد اللصوص بلا رجعة. فلما السنين تعدي تلاقي إن أحفاد الناس أصحاب البيت الأصليين اللي تم الاعتداء عليهم من قبل اللصوص بيقولوا إن اللصوص دول ما كانوش لصوص ولا حاجة، دول كانوا ناس صالحين وأنقياء وأتقياء، وإن الاعتداء اللي حصل على أجدادهم واستعبادهم ما كانش استعباد ولا أي اعتداء، ده كان عزة وكرامة ودفاع عن الإسلام. طبعا الكلام ده مستحيل أبدا إن يقوله حد عاقل، بس الكارثة إن الكلام ده اتقال فعلا، وفي ناس بتقوله وبتردده وبتروجه. أهلا بكم في عالم الانبطاح والمنبطحين، عالم العبيد اللي مستوعبوش إن بيتهم اتحرر من اللصوص اللي كانوا محتلينه، وكمان اتحرروا من الاستعباد والقهر. بالعكس دول حنوا الأيام العبودية من تاني. أصل في ناس كده عندهم داء الماسوشية، داء حب الاستعباد للآخر والتلذذ بالعبودية للغريب، ولكن ولله الحمد الشامخون دوما موجودون، الشامخون اللي بتأبى فترتهم السليمة إن هم يقولوا على اللصوص أتقياء وأنقياء، وعن العبودية عزة وكرامة. نموذج الشموخ ونموذج الانبطاح والخنوع. الشموخ متمثل بالدكتور سلطان الأصقع، والانبطاح والعبودية متمثلين في الإخوانج محمد العوضي، الاتنين من دولة الكويت ولكن شتان ما بين الثرى والثريا. الدكتور سلطان الأصقع هو ابن الكويت العربية المسلمة، ولكن محمد العوضي هو ابن جماعة الإخوان المسلمين المنبطحة للعجم دائما. دكتور سلطان الأصقع بيملى وقته بالبحث في الكتب التاريخية وأمهات الكتب والمراجع التاريخية مدققا وممحصا علشان يكشف لينا زور وبهتان الاحتلال العثماني للعالم العربي، ويكشف لنا تاريخ العثمانيين الاسود، تاريخ اللي بيطبل له جماعه الاخوان المسلمين مش لحاجه ولكن لعشقهم للعبوديه للعجم. بينما الاخوان محمد العوضي وقته مليان بالتطبيل والتهليل واحيانا الترقيع لدوله بني عثمان وبني الترك بشكل عام. مش ميزه سلطان الاسقى انه كشف التاريخ العثماني الاسود وفضح حقيقتهم، ميزه سلطان الاسقى انه وقف شامخا في زمن الانبطاحيين من اتباع الاخوان المتاسلمين اللي للاسف سيطروا على المنابر الاعلاميه في ال 15 سنه الاخيره، منابر اعلاميه بتصرف عليها مليارات سنويا، ودسوا من خلال المنابر دي وبكل خباثه معلومات كاذبه ومدلسه عن تاريخ الدوله العثمانيه، ومجدوهم واظهروهم كأنهم هم كانوا الإسلام، ولولاهم لما بقي الإسلام حتى الآن. وأي حد غير الدولة العثمانية أو ضد الدولة العثمانية فهو كفر وطاغوت. فوقف هذا الصقر المسلم العربي الدكتور سلطان الأصقع قدام الجحافل المدعومة بالأموال والإعلام والقنوات علشان يكشف زورهم وبهتانهم وافتراءهم وكذبهم، ويوضح للعرب حقيقة اللي كان واللي جرى. والأهم إنه مش بيوضح بالكلام، بيوضح بالدليل المادي والحجة الدامغة، إنه بيفضح حقيقة الاحتلال العثماني لبلادنا العربية، الاحتلال اللي بيسميه المنبطحين وعشاق الخازوق العثماني خلافة إسلامية، بينما هو احتلال أدى لنكسة العرب والمسلمين، وبقينا بنتزيل الأمم بسبب 400 سنة من حكم الترك اللي ما عرفلهمش التاريخ أبداً أي إنجاز حضاري، فأصبحنا أمة متخلفة بتتلقفها الدول الاستعمارية. وفي الوقت اللي بيعمل بيه دكتور الأصقع أقل الإمكانيات إلا إنه قدر يرعب العثمانيين الجدد في تركيا، فبمجرد دكتور الأصقع ما بيعمل أي فيديو بيفضح فيه جزء من تاريخ الدولة العثمانية تنتفض مراكز صناعة القرار في تركيا، ويصدر أوامرهم لمجموعات النباح من المنبطحين أمثال العوضي، فيخرجوا من جحورهم ويبدأوا حملة إعلامية جديدة، حملة التطبيل والتجميل والتمجيد والتفخيم لأسيادهم الترك، فيقعدوا يرقعوا ويحاولوا يجملوا قبح الدولة العثمانية من خلال أذرعهم الإعلامية المختلفة. محمد العوضي ومن خلال كذا موسم على قناة تلفزيونية كويتية خاصة كان بيعمل برنامج اسمه وياكم، مستغلا ثقة القناة فيه وظنهم إنه داعية للحق، عمل 30 حلقة في شهر رمضان صورهم كلهم في تركيا، وهي حلقات عبارة عن غسيل مخ للعرب وتمجيد للدولة التركية الحديثة بقيادة أردوغان وللدولة العثمانية البائدة. أفتكر إنه في حلقة من الحلقات استضاف شخص تركي بيتكلم اللغة العربية، المفروض إنه باحث تاريخي، وقعدوا هما الاثنين يعملوا عملية ترقيع قذرة للغاية لخيانة وعدوان السلطان الهالك سليم الأول على العرب والمماليك والخلافة العباسية في مصر والشام. فكان الباحث التركي بيشرح أسباب هجوم الهالك سليم الأول على الشام والقاهرة، معركتي مرج دابق وغيدانية. فيقوم محمد العوضي وراح مرقع وراه ويدعي ان العرب هم اللي طلبوا من العثمانيين الهجوم على الشام ومصر علشان يخلصوهم من حكم المماليك، من غير ما يقدم اي دليل تاريخي يثبت الكلام ده، بينما التاريخ بيقول ان العرب والمماليك تصدوا لغزو الهالك سليم الاول وقاوموه بشده، وكادوا ان هم ينتصروا على العثمانيين لولا خيانه خير به، وذاقوا المغار بعد ما تمكن العثمانيين من الشام ومصر. فازاي بيقولوا ان العرب طلبوا من العثمانيين الهجوم على الشام ومصر وفي نفس الوقت العرب كانوا بيصدوا الهجوم العثماني مع المماليك؟ وده مجرد مثال يعني للترقيع والانبطاح مش اكتر، الامثله كتير جدا. حط على الكلام ده عبارات الثناء والمديح في حق رجب طيب اردوغان قائد تركيا الرشيد من خلال استضافه محمد العوضي للشخص ده اللي اسمه يوسف اوغلو. يوسف اوغلو من اكبر الابواق التركيه المدسوسه على الاعلام العربي. في النهايه احنا قدامنا نموذجين، نموذج الصدق والحق
والدليل والشموخ متمثل في دكتور سلطان الأسقى، ونموذج متمثل بالطابور الخامس اللي عايش وسطينا، نموذج الانبطاح وتحقيره وتقزيم العرب في مقابل الترك والعجم عموما، نموذج عشق العبودية المتمثل في محمد العوض. والخيار في ايدك، فهل تختار الأمة اللي ائتمنها الله سبحانه وتعالى على حمل رسالته الأخيرة واصطفى منها آخر الأنبياء عليه أفضل الصلاة والسلام وجعله خير البشر وجعل منها الصحابة والفاتحين والقادة، ولا تختار انك تكون منبطح وعبد ذليل عند العجب بفرسهم وتركهم، الفرس والترك اللي كانوا ولا زالوا بيتأمروا ضد العرب؟ واسألوا التاريخ وانتوا تعرفوا ازاي أضعفوا الدولة العباسية والدولة الأموية كرها وبغضا للعرب، فضعفت الأمة الإسلامية بسببهم. تحية تقدير واحترام للدكتور سلطان الأسقى، وأحب أقول له أنا عارف إن أنت بتشتغل لوحدك، وعارف إنك بتعمل مجهود جبار، وعارف إن أنت واقف لوحدك قدام آلة إعلامية قذرة ممولة بمليارات الدولارات وهدفها بس تشويه التاريخ لغايات استعمارية سياسية، بس أنا كمان عارف إنك قدها وقدود، وأمثالك بيخلوني أثق في أمتنا إن لسه فيها خيرين ولسه فيها أبطال قادرين يدافعوا عنها، قادرين يدافعوا عنها في زمن الانبطاح، زمن محمد العوضي. فأنت رجل الذي هز كيان المحتل الغابر بينما المنبطحون يهزون أرضافهم تقربا له، وكم أتمنى منك وإنجاز لي ذلك وأن تزيد من إنتاجك ومقاطعك كاشفا كل أكاذيبهم ومفندا لها بأسلوبك الرائع المختصر البسيط. ولا أنسى أن أناشد جميع المتابعين الكرام بأن يقوموا بواجبهم الديني والعروبي وأن يتابعوا دكتور سلطان الأسقى على كافة منصات التواصل الاجتماعي التي له حسابات بها ليستفيدوا من علمه ويعرفوا حقيقة التاريخ العثماني الأسود. فدكتور سلطان الأسقى بيتعب كتير جدا في الأبحاث بتاعته والدراسات بتاعته، وأقل حاجة نقدر نعملها عشان نحاول نوفيه جزء صغير من حقه إن إحنا ننشر الإنتاج اللي هو بينتجه وبيتعب فيه. تحية التقدير للمسلم العربي الكويتي دكتور سلطان الأسقى، وتحية للكويت التي أفرزت أمثالك، والخيبة والعار لجماعة الإخوان المتأسلمين التي أفرزت أمثال محمد العوضي. لو عجبك المحتوى مش مشترك في القناة يا ريت تشترك، ويا ريت تدعمنا بلايك وكومنت وشير. أشوفكم في حلقة جديدة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.